متهيألي الناس عرفت موضوع حلقتنا. احنا بنتكلم عن ايه النهارده؟ بنتكلم من وجهة نظرنا المتواضعة جدا الوصفة السحرية لتجديد الحب في الحياة الزوجية او تجديد الحياة الزوجية. من وجهة نظرك ايه بقى انت يا سالي شايفة؟ بصي يا ستي، ورقة وقلم وكتبي ورايا بروتوكول، بما اني عمري ما اتجوزت ولا عمري، فهتاخدي بقى احلى نصايح. نص كيلو بطاطس. انا في وجهة نظري على قدها، يعني انه خلاص اتجوزنا وكل حاجة، ده بداية المجهود مش نهاية. انه في ناس خلاص انا اتجوزت وعملت التارجت تشيك، لا، ده بداية. برافو عليك. الـ 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 المسؤولية. المشروع والمسؤولية والحب، والموضوع بيختلف تماما بقى عن الحب واللفلفة والورد والدباديب. بيبقى مسؤولية فعلا، بيبان فعلا شريك الحياة ان احنا فعلا واقفين كده في ظهر بعض، وان احنا الاتنين همنا على البيت ده، وهمنا على الاسرة دي، وهمنا على اولادنا، وهمنا على حياتنا كلها تبقى كويسة. فطبيعي يحصل ملل، طبيعي يحصل فتور، طبيعي تحصل اوقات داون، نبقى مش طايقين بعض، بس ده جزء من الرحلة الحلوة متهيألي. فلازم طول الوقت الست عليها حاجات والراجل عليه حاجات، انه نجدد شوية من بعض، نبعد شوية عادي، مفيش مشكلة ان كل حد ياخد بريك، يسافر في حتة. انا بشوف ان دي حاجة صحية جدا. ننزل كأننا بقى ايام ما كنا مخطوبين، ننزل ونجيب ورد وننزل في ديت يوم عيد الحب، يوم حتى نعمل عشوة حلوة مع بعض. بحس الحاجات دي البسيطة، التفاصيل البسيطة هي اللي بتجدد. يعني هي الطقوس برضو، يعني فكرة ان احنا نوضب فكرة الطقوس، لان هما علم الاجتماع لما جه يتكلم على الطقوس كان بيقول انها بتضيف للحياة وبتجدد الحياة وبتمنع الملل. الطقوس دي على فكرة في طقوس دينية، يعني كتب الكتاب او قراية الفاتحة او لا الجواز في الكنيسة، الاكليل ونص الاكليل، دي الطقوس، دي طقوس لبداية علاقة. الطقس نفسه بيعمل حالة، هو الاستعداد للطقس، طقس العيد، يعني صح. انه الكابل يستعد للعيد بطريقة، هنحتفل بالعيد، عندنا طقس في العيد معين، حتى المحافظة على الطقس نفسها بتعمل حالة صح. او الاستعداد لراس السنة، يلا نجيب شمع ونعمل اكل مخصوص في راس السنة، العيد اللي بنحضر له الكحك، يلا الصبح ناكل كحك ونشرب شاي بلبن، يلا في شم النسيم نعمل حسابنا ان احنا هنقضيه مع الاصدقاء، وبصل ونحضر الفطير في الدنيا ونحضر كلها. يعني قضي فعلا الطقس، طقس العشاء بالليل. بس مع بعض ده حلو ليه؟ عشان بيجي على فترات متباعده، ولكن لو في رتابه في البيت، في طقوس معينه فيها ثوابت، ده هيعمل ملل عند بعض من الناس كتير.